هي فلوس الخليج اللي كانت بتقدمها لمصر راحت فين واتعمل بيها ايه؟ ولرغم المليارات الكتيرة اللي قدمتها دول الخليج لمصر، فضلت تعاني من أزمة اقتصادية. عارفة ان الأسئلة دي واكتر منها بيدور في دماغ كل واحد، والكل عاوز يعرف مصير الدولارات دي فين والحكومة صرفتها في ايه. وفي الفيديو ده هكشف لكم بالأرقام حجم المساعدات دي ومكانها. كل ده واكتر هتلاقوه على 5 بالعربي. قبل ما اجاوب على الاسئله دي، خليني اقول لكم ان مساعدات دول الخليج دي مش منهم على مصر، لا، دي رد جميل قديم قوي لمصر واللي كان ليها الفضل الاول في الحداثه اللي شهدتها دول الخليج. طبعا كلنا عارفين ان دول الخليج من البدايه كانت صحارى، وان المجتمعات هناك كان زيها زي اي بيئه صحراويه، لحد ما تم اكتشاف البترول اللي عندهم واللي ما كانتش قيمته واضحه ليهم لحد ما قامت مواجهه 73. وقتها مصر عرفت دول الخليج ان النفط اللي عندهم وتعلموا ازاي يتحكموا في سعر السوق، ومن هنا بقوا قوه اقتصاديه جباره. ده غير طبعا مسانده مصر ليهم على مدار السنين في القضايا السياسيه والعسكريه، وكل ده يوضح لك ليه دول الخليج بتساعد مصر. ننقل بقى لموضوعنا الرئيسي، فلوس الخليج بتروح فين؟ المساعدات الماليه اللي قدمتها دول الخليج لمصر كانت ارقام كبيره وفادت مصر كتير جدا في عدد من الملفات. كان اهمها ان مصر استخدمت اموال الخليج في دعم الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، خصوصا في الفتره اللي بعد ثوره 25 يناير، واللي خلالها تدهور الاحتياطي النقدي لمصر بصوره كبيره جدا. كان الاحتياطي من العمله الاجنبيه في مصر وقتها هبط من 36 مليار دولار في 2011 الى 16.3 مليار دولار في 2015، وده مبلغ كان يكفي وقتها لتغطية واردات مصر 3 شهور بس. ومن خلال الدعم المالي اللي قدمته كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر، تم إعادة بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي بصورة مؤقتة، وده بعد انهيار السياح وخروج المستثمر نتيجة الاضطرابات السياسية بعد 2011. مش بس كده، ده تم صرف الأموال الخليجية المقدمة لمصر، تم صرفها على البعد الاجتماعي في تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وصرف معاشات الضمان الاجتماعي. المساعدات الخليجية لمصر كانت على شكل ودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية ومنح كميات كبيرة من الوقود في وقت كانت مصر محتاجة فيه لبنزين وسولار. ايه حكاية الودائع دي وازاي بتساعد مصر؟ الودائع الخليجية في البنك المركزي واحدة من اهم الحاجات اللي ساعدت في عدم انهيار الاقتصاد المصري وحافظت عليه من الوقوع في ظل أزمة نقص العملات الأجنبية، واللي وصلت ل 28 مليار دولار وتخص 4 دول خليجية هما الكويت والسعودية وقطر والإمارات، ومقسمة كودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل قابلة لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. الودائع دي بتتوزع بين تمويلات قصيرة الأجل بقيمة 13 مليار دولار، ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 14.961 مليار دولار، وهي عبارة عن مساعدات لتمكين مصر من تصحيح الأوضاع الاقتصادية. هي كمان التزامات خارجية على الدولة ووجبة السداد وقت استحقاق أجلها، وقبل للتجديد في حال التواصل مصر لاتفاق مع الدول المصاحبة الوديعة في مدها لفترة جديدة.